and stay in our hearts forever and ever and ever. أعزائي المستمعين، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. سامي قصوي يحييكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت. هذه الإذاعة حرة، مستقلة، جريئة، تراثية، ثقافية، اجتماعية، بعيدة عن العنصرية والطائفية. من إعداد التقديم أنا أخوكم سامي قسطو، والمخرج الأستاذ جورج عربو، معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. نرحب في آرائكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية وما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، هذه إذاعة صوت الجالية وأنا أخوكم سامي قسطو، أرحب بكم أجمل الترحيب. اليوم يصادف 22 من الشهر 12 لسنة 2017. أعزائي، يوم الاثنين القادم سيصادف يوم العيد، عيد ميلاد يسوع، ربنا يسوع المخلص. لنطلب ونقول، نطلب منك يا يسوع أن تلبي طلب كل من يطلب منك أي شيء. نطلب منك يا ربنا يسوع أن تساعد كل محتاج. نطلب منك يا ربنا يسوع أن تبارك كل بيت. نطلب منك يا ربنا يسوع أن تزور كل مريض. نطلب منك يا يسوع أن ترسل إلى البيت كل سجين. آمين. أوروالي قالت مريم شميوالي بخليوثة مأوجبوالي بشلي بهيثة بدومارة بهنيئوثة زمراوة بمكيخوثة بقراوة زمراوة كد أمراوة وهادخ أمرا بلشانا يبروني ما أمرا يا مريم قريانو يا ربي دام شبخانو مالك ليلة يدعانا نهاود مريم قريانو نشاك خزيانو خقا نخاب نشقانو مالك ليلة يدعانا نهاود نشاك قريانو خيل درومات صغديلو قدش قدش زمريلو مالك ليلة يدعانا نهاود ملكا قريانو
لمذي تبقى أسرائيت له لا سيف وزاينا إتلو ما لبليلة يدعانا نهاو تعودا قريانا ملك بتاجك سغديلو كل يبركا كبيلو ما لبليلة يدعانا. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. اليوم هو يوم الجمعة ويوم الاثنين القادم هو يوم العيد، يوم عيد ميلاد، عيد ميلاد مخلصنا يسوع. في هذا اليوم ولد لنا مخلص الذي خلص البشرية، البشرية كلها. يسوع علمنا الكثير في العيد، نستلم عيدانية ونهدي هدايا. معناه العيد هو العطاء، هو الفرحة. يدعانا نهاو تعودا قريانا ملك بتاجك سغديلو كل يبركا كبيلو ما لبليلة يدعانا. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. اليوم هو يوم الجمعة ويوم الاثنين القادم هو يوم العيد، يوم عيد ميلاد، عيد ميلاد مخلصنا يسوع. في هذا اليوم ولد لنا مخلص الذي خلص البشرية، البشرية كلها. يسوع علمنا الكثير في العيد، نستلم عيدانية ونهدي هدايا. معناه العيد هو العطاء، هو الفرحة التي ترسم على وجوه الأحباء. لكن هناك شيء مهم قال لنا الرب يسوع، وهو ساعد مساعدة الفقراء، هي هدية. الفقير ليس مثلنا، هدية الفقير ليست مثل هديتنا، لأن هدايانا على طول ثمينة. وأهم شيء نصرف وقت في شرائها وتحضيرها، ويمكن صاحب الهدية يكون غير راضي بها. أما هدية الفقير فهي هدية بسيطة ويفرح بها كثيرا. وأهم شيء يسوع يفرح عندما يراك تساعد أخوه، وخاصة في هذا اليوم العظيم. وهذه أكبر وأحلى وأحسن هدية تقدمها ليسوع في عيد ميلاده. هذه إحدى هدايا ليسوع. أما الهدية الثانية أن نسمع كلام يسوع، وهذه هديتنا نحن لنا.
وهي يسوع قال سامح سامح أخيك. عزيزي المستمع الكريم، يجب أن لا تنام زعلان في هذا اليوم أو ابتداء من هذا اليوم، لأن الذي يزعل هو الخسران. كلنا نغلط، كلنا نتعصب، المهم أن نصلح أغلاطنا وأن نهدئ أعصابنا ونتصالح مع كل الذين زعلانين منا في هذا اليوم العظيم. نحن الشرقيين مشكلتنا إننا لا ننسى الذي ساعدنا ولا ننسى الذي أهاننا. في هذا اليوم يجب أن لا ننسى الاثنين، الذي ساعدنا نتصل به ونشكر ونصلي من أجله حتى يساعدنا أكثر ويساعد الفقير كذلك. أما الثاني الذي يخاصمنا أو مخاصمنا ومزعلنا، فهذا يجب أن لا ننسى أبدا، ويجب أن لا يكون لنا عذر في التسامح والتصالح. نحن عنيدين، لكن صدقوني نحن كلش طيبين، ومشكلتنا إننا لنا عزة نفس ولا نتنازل بسهولة. لكن أعزائي المستمعين، اليوم كل شيء اختلف، ونحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من السنين الماضية. في أيام زمان كان هناك من يصالحنا من الأصدقاء، لكن اليوم الكل وحده، فليس لنا سوى الرب. وفي عيد ميلاده صالح من هو زعلان، من هو زعلان منك، وصدقني هذا سيكون أجمل عيد، وأنت ترتاح نفسيا وتشعر كأنه رميت حجر ثقيل من أكتافك. اليوم الرب وفر لنا وسائل الاتصال سهلة جدا، وهي التليفون أو الفيسبوك أو إيميل أو أي طريقة أخرى. تقول لأخوك أيامك سعيدة، تقول لصديقك أنا آسف، تقول لجارك سامحني. وهل تعلم أن إنه هو مثلك شايل هذا الثقل على كتافه لسنين، وعلى طول يكون البادي أحسن؟ أعزائي المستمعين، لا يوجد أحسن وأحلى من المحبة. لذلك قال يسوع أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. أخواثة وخثواثة عزيزة، إذوخن بريخة أمروخن هاو يريخة، هويل مارن هويل مشيحة، كتشاتة معيدوتن بسلام وبسخوثة، مساعدو هلو تفقراء، بيثوخن بتويا بركثة. أيامكم سعيدة، عيدكم مبارك، وكل عام والجميع بألف خير. إن عتيرا قريانو مخل تديا ومالتلو ترتشق يا ثالتلو مالب ليلة يدعانا وإن مسكنا قريانا دوا صبيان
وراك يا ظلو مخ أبرخشي والقبو ما لبليلة يدعانا. طبعا كما قلنا سيصادف في يوم الاثنين القادم مولد الرب يسوع. من هو الرب يسوع؟ من قلت الرب، هناك كثير من الأخوة المستمعين يقولون شلون تقول الرب، لأن الرب معناه الله. أي نعم، الرب هو الله. وأخليك تتعصب أكثر عندما أقول نعم يسوع هو الله. أي نعم يسوع هو الله. كيف نثبت أن يسوع هو الله؟ كل بشر عنده قدرات محدودة لفهم شيء معين. كل شخص عنده اجتهاد مختلف عن الثاني، وكل شخص عنده إيمان خاص به. وهذا أهم شيء في البشر هو الإيمان. قال يسوع: طوبى إلى الذين لم يرون وآمنوا. يسوع كان يقصد نحن، لأن يسوع لم ينسى شيء، لم يذكر. ولو كتب كل شيء كرز به يسوع لكان هذا الكتاب أكبر وأثقل كتاب في العالم. كل شيء في يسوع يختلف عن كل بشر. عاش على هذا الكوكب العجيب كثير من البشر. كثير يقولون أن يسوع هو نبي، وهناك أنبياء كثيرة. لنفرض أن هناك جماعة ولدوا في مكان مقطوع معزول، مثل جزيرة معزولة، واكتشفت اليوم، وبدأنا نعلمهم ونثقفهم ونحاول أن نهديهم على الطريق الصحيح. قالوا لنا اشرحوا لنا على الأنبياء حتى نؤمن. وبدأنا بأول نبي وثاني نبي وثالث نبي وهكذا إلى آخر نبي. مثلا النبي موسى شرحنا حياته، ونبي إيليا، وكل الأنبياء، ومن بينهم يسوع. ماذا تعتقد أن هؤلاء القوم، هؤلاء الناس المعزولين، ماذا يقولون عندما يسمعون هذا الكلام لهؤلاء الأنبياء؟ ماذا يجاوبون؟ لمن ينتمون ومن يعبدون؟ ما هي حياة يسوع؟ أول شيء، ولد بقوة الروح القدس. ولد ولادة بسيطة ومختلفة. هذا يمكن يقولون كان عن طريق الصدفة. إذا أنت تريد أن تكون صدفة، معنى لم يروا مكان لهذا ولد في المذود، لكن الشخصية التي بقت بسيطة طول حياته، هذا أهم شيء اعتيادي وصدفة. أعزائي المستمعين، وما هو جوابك للعجائب الذي قام بها يسوع؟ هل هذا بعد نبي؟ وإذا نبي، معناه نبي من الدرجة الأولى. وكم هي درجة هذا النبي الذي فدى نفسه للبشرية دون تفرقة؟ هذا الذي تدعون أن إنه نبي هو
النبي الذي قام بأعاجيب لا مثيل لها، وأهمها هو إحياء الموتى وشفاء الأعمى والمرضى. هل هذا بعد نبي؟ اسمحوا لي أن أقول هذا، لأنني على علم يسوع لا يزعل منا أبدا. هذا النبي الذي سمعنا أقواله وأفعاله، هل معقول أن يخدعنا أو يكذب علينا؟ أعتقد لا. وأهم شيء، مات وقام، هل يسوع يخدعنا؟ إذا الجواب لا، معناه والله، لأنه قال أن إنه هو، ويجب أن نصدق لأنه ليس بشر ولا نبي، بل هو الله. عزيزي المستمع الكريم، أنت مخير في تصرفاتك، في إيمانك، في مصيرك، مصيرك الأبدي. هذه الحياة قصيرة وهي خميرة، عندما تزرع يجب أن تعتني في النبات، وإلا سوف يأكل الأدغال، تأكل الأدغال والزيوان، وكل شيء واضح أمامك ومفتوح. الشمس في النهار موجودة، في الليل تغيب، يوميا ننتظرها حتى تشرق، لكن أنت موجود اليوم وتقول غدا سأكون أحسن، غدا سوف أصلي، وغدا سوف أساعد الفقراء، وغدا سوف أقرر. وطبعا تقول غدا سوف أؤمن بيسوع. اسأل نفسك لماذا؟ لأن هناك دلائل وحقائق موجودة، فليس لك العذر أبدا، ولا تنتظر، لأن يمكن ستموت غدا لا سامح الله. في مناسبة هذا العيد لمولد المخلص العظيم، أريد أن أشرح لك ولي شيء بسيط جدا، وهو عندك أولاد، الرب يحفظهم، أنت تخاف على مستقبلهم، إجا وقت يروحون يدخلون جامعة، أول شيء تفكر به هو أي جامعة تختار، وهنا أنت محتار وبيدك الخيار، كيف تختار؟ هنا تبدأ بالبحث والدراسة، مثلا هناك 4 جامعات وأنت يجب أن تختار واحدة، حينها تدرس كل واحدة منهم، الجامعة التي فيها مشاكل وقتل وحيل ونواقص وتعدي وقوة وخوف وإجبار، هل تقترب إليها؟ وهناك جامعة أخرى يسودها الحب والتسامح والاحترام، ولا يوجد فيها مشاكل، لأنهم يؤمنون بالتقدم والعلم وخدمة البشرية، ويقدمون تضحيات في سبيل نجاح الطلبة وأن يتخرجوا في مراتب عالية. إلى أي جامعة منهم سوف ترسل أولادك؟ وخاصة إذا كل شيء ببلاش، دون مقابل، دون إرهاق. أهم شيء أن أنت تكون مؤمن ومقتنع، وهذه هي المدرسة والجامعة التي درس فيها يسوع وقال أحبوا بعضكم بعضا، سامحوا، الذي يضربك على خدك الأيمن أعطي له الأيسر، أخفر عدوك مهما يكون، إذا كذاب، إذا قتال، إذا سفاح، إذا محتال، سامحه، ساعده، صلي من أجله. هل هناك شيء أعظم من هذا الكلام؟ هل هناك نور أحلى من هذا؟ فهل تريد أن تعيش في الظلام أم في النور؟ يسوع هو النور وغلب على الظلام، لكن المفتاح بيدك، المفتاح موجود، وهو
إذا أنت في غرفة مظلمة فهناك مفتاح للباب أنت مالكه، هو بإيدك، افتح الباب ليدخل النور، وكذلك الغرفة جاهزة للإنارة ويوجد مفتاح، إذا مطفي حاول أن تشعله، وإذا منور شارك في الإنارة وهي البشارة. وكل من يأخذ جاره الذي في الظلام ويذهب معه إلى الكنيسة هناك تشعر بالهدوء وتفرح وترتاح، لأن هناك السعادة وريحة الشموع والبخور. لا تستطيع أن تعبر النهر إلا أن تبني لك جسور. يسوع هو ذلك الملك البسيط، بسيط جدا، وهو غير مغرور. أعزائي المستمعين، أيامكم سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير. ولا تنسون الفقير الذي هو أقل حظا منا، الذي هو أخ لربنا، ربنا يسوع، ولد يسوع. نجلس ونصلي أمامه في خشوع. آمين. عطشان كأس ماء نقول في الميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب نقول في الميلاد، عندما نكتف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما ننفش القلوب في الرشاد نكون في الميلاد. رفيقي دون غش أقول في الميلاد، عندما تموت في روح الانتقام أقول في الميلاد، عندما يرمد في قلبي الجبار أكون في الميلاد، عندما تذوب نفسي فيك يا إله أكون في الميلاد. كم يحبنا الأب الذي هو الرب. كان هناك ناس كثيرة جدا، رجل غني قال لنفسه ليش أضيع وقتي وين الرب يشوفني بين هذه الآلاف، وإذا هو ينظر إلى اليمين كان هناك رجل بسيط يؤشر لهذا الرجل الغني الذي قال نحن كثيرين وازدحام، كيف سوف يراني الرب. انتبه هذا الغني إلى ذلك المسكين وتذكر أقوال يسوع حول مساعدة المحتاجين، وقال للرجل البسيط هل أنت تؤشر لي، تؤشر لي أنا؟ جاوب الفقير وقال نعم. قال ولماذا أنا؟ جاوب الفقير لأن لا يوجد هنا غيرك. نظر الغني حواليه وهناك كثير من العالم يطلبون ويصلون. حينها قال الغني أكيد هذا الرجل إما أعمى أو أصم. قال للفقير يا رجل عندما غادرت أنت البيت ابنك طلع وراك
وابنك رائع. خاف الرجل الغني كثيرا وقال: أرجوك أرجوك، هنا ازدحام كثير، ساعدني في العثور على ابني. طبعا قال: يا فقير، سوف أعطيك كل ما تريد ومهما تطلب. قال الفقير: اتبعني. وهكذا مشى الفقير، والغني وراءه يركض ويركض ويبكي ويفكر ويقول: ما هي النتيجة إذا ضاع ابني؟ وبدأ يفكر كيف يعيش دون ابنه، وبدأ يفكر كيف يواجه الحياة دون ابنه إذا ضاع. وهكذا أشر الفقير وقال: لا تخاف يا رجل، ذلك ابنك في انتظارك. ركض الغني وحضن ابنه وقبل كأنه يرى لأول مرة. حينها التفت الغني إلى الوراء ليشكر الفقير ويجازيه، لكن غير موجود. حينها علم أن هذا كان ملاك من الرب أرسل من السماء، وقام بكل هذا من أجل أن لا يضيع الولد. وكم كانت فرحة الأب هذا الرجل الغني في لقاء ابنه، مع العلم ترك لمدة دقائق معدودة. هكذا يا أعزائي، نحن ضائعين، والملاك يؤشر ويؤشر ويقول: تعالوا، الأب في انتظاركم. وكم يفرح الأب عندما يرى أولاده أمامه. لنفرح الرب في هذه الأيام ونقول: لا، نحن كنا ضائعين، لكن نحن اليوم في الطريق المستقيم. وطبعا سوف نراك عن قريب إن شاء الله، وفي هذه المدة الزمنية إن كانت طويلة أو قصيرة نحاول أن نكون كما أن تريدنا، وأن نكون عند حسن ظنك يا رب. آمين. عزيزي المستمع الكريم، اليوم نريد شوية نرجع إلى أيام زمان، أيام الفقر، أيام العز والاحترام، أيام التربية، أيام الحنية، أيام المحبة والعطاء. كنا ناس راضين في حالنا، القرية كانت بيت واحد، قلب واحد، كنيسة واحدة، التسلية كانت في الدواوين للكبار، وألعاب بسيطة مسلية للصغار. الكبار
كانوا يشكون أحوالهم للرب إذا لا يوجد مطر، ويشكرون الرب إذا لهم محصول لعمل المونة لتلك السنة. ألعاب الشباب كانت كرة القدم أو السلة أو رفع الأثقال، أي رفع الحجارة. وإذا تعصبوا شباب محلة إلى محلة ثانية، كانت المصرعات تشتغل وقاع وقاع. المصرعة أقصد بها هي التي كنا ننسجها بيدنا، وكنا نضع فيها حجارة صغيرة، واستعمالها كان فن. من بين الشجعان الذي أنا أتذكر، كان عندنا الأخ العزيز والجار رعد شمامي، خيومة بريلا شر أخني ومحلة شنقو قاع وقاع، طبعا كده خمس رعدتي. طبعا من رحوقة معيط لرعد البرتشنقو أميرا قالت إذا دي ودقورة لم كاسد بقوينه. وكان عندنا لعبة قطة وبلبل، ولعبة دماتش هوي معناه الخاسر يعود إلى 100، وهو مقابل الحائط وعيونه مسدودة، ونحن نركض ونختبي، وبعد العد هو يفتش، والذي يكشف وين مختبي كان يخسر، وهو يبدي بالعد. وهكذا كان عندنا شطلات، أي شطل نضع قوطية نيشان، وأحلى لعبة كانت قطة وبلبل. قطة وبلبل أخذوها منا الأمريكان، وهي لعبة البيسبول. وكان عندنا مصراعة ثانية مصنوعة من الخشب على شكل نصف بيضوي، وفي نهايتها نبلة. طبعا ما أعرف شنو نبلة بالعربي. المصراعة كانت صنع محلي وخشون قارخوالة برد عشقية شمة ونقارة، كان نجار محترم مشهور في صناعة المصراعات الخشبية. وبعدها عندما شافونا الأمريكان نضع حجارة في المصراعة، استوردوا لنا دعابل، أي باقر. وهذا كان لسببين: أولا كانت كل دعبلة بفلس، وكل فلس كان يساوي دولار، وهذا كان لتهريب العملة العراقية. والسبب الثاني هم عبالهم راح نضع هذه الدعابل في المصرعة ونتعارك بها، لكن نحن استعملناها بغير طريقة، بطريقة مسلية، وهي الحفرة والخط. وبعدها تثقفنا أكثر، وضعنا طاسة في الحفرة ونقف بعيد على الخط ونرمي الدعابل، وانت وحظك اكمى باق امبلا بقاوة طاستا. وبعدها تثقفنا أكثر واستوردنا أوراق لعب، وبدأنا نلعب تشاينيز وشليانة وتوزبيري. القرية كانت بيت واحد، المحبة، الإيمان، الاحترام. الاحترام كان جميل جدا، وخاصة احترام الصغير للكبير، واحترام الجار للجار، وأكبر احترام كان للكنيسة وللكهنة وللشمامسة. كنا شباب، كان هناك عقاب لأقل غلطة نرتكبها. العقاب كان مجرد الأب يلقي عليك نظرة كمريوة، يا لك ما نخبي بابا ويمه. بابا ويمه أبد لفزعي ويلي. الأب والأم كانوا على طول يعاقبون أولادهم لأي سبب مهما يكون صغير، وذلك حتى لا يستحون الوالدين أمام الجيران. مثل ما قلت كنا شباب، كلنا حيوية ونشاط. في بعض الأحيان كنا نتشاجر فيما بيننا على مود لعبة أو سباق،
أو كلام شوية غير مقبول عندما كان يوصل الخبر إلى الوالدين. حتى إذا أنت شاب ترتجف ولا تذهب إلى البيت لأنك تعلم ما هو القصاص. إيجا زوالا جيبت خورا دم خخوة خاوك ميماثا ما قد هادي ونورا وشقلخوة أما واسطة. في يوم من الأيام الدنيا ربيع، ربيع جميل، أنا ذهب مع ابن عمي إلى الرشيدية حتى نجيب رمل في القلابة. كان هذا ذهابي دون علم أمي لأن بابا حناني كان في البستان. رجعت العصر وإذا خبر يبشرونني أصدقائي أنهم متعاركين وهم يلعبون طوبة. همزين أنا ما كنت موجود. رحت للبيت، أول ما دخلت ما محنة الله يرحمها في انتظاري. طبعا أنا جوعان، قلت لها مام أكو أكل؟ قالت تعال وإذا لزمتني من أذني، وهي تقول هم لك عين تسأل على الأكل؟ قلت ليش مام شكو؟ قالت أصدقائك تعاركوا ميرا خورخ وذلا شر ما إيبا كم بريتو لفاثن برا، وقالت روح أكل يم أصدقائك. أنا قلت مام ليش مقهورة؟ أني ما كنت موجود من تعارك وأصدقائي. قالت أني ما علي، المهم هم أصدقائك. وهكذا عقابي كان خفيف من ماما وعقابهم كان شديد جدا من والديهم. أعزائي المستمعين، في هذه الأيام أيام العيد كانت القرى وخاصة تلكيف خويا وأخوات الشيرة مليثة ناشة من كل محافظات وخاصة بغداد وبصرة. كانت القرى والشوارع كلها ملونة بالسيالات الحمراء والبيضاء والخضراء وازدحام في الشوارع والمحلات، ومن كثرة الزوار من جميع المحافظات الكل فرحان، الكل يومية في الكنيسة. ما تقدر ما تروح إلى الكنيسة لأن الكل يعرفك، إذا ما تروح مكانك مبين كأنك هارب من العسكرية أو من السجن. وإذا غبت مرتين أو ثلاثة أبونا قبل القداس يرسل مراسل إلى البيت، وبعد القداس هو يجي لبيتك بنفسه، وهو إما أبونا رفائيل أو أبونا لسيان أو أبونا مانوئيل أو أبونا ميخائيل أو ماسير سان بول. طبعا أبونا أمر وهي الآتا ومنع السطانة، وإذا دلأثت الآتا بزالخ الجهانة. فرحة هذه الأيام أي أيام قبل العيد كانت فرحة كبيرة لا توصف. وأحلى يوم كان يوم العيد، الكل فرحان، الكل يتعايد ويأكل ويشرب مع الأهل والجار والصديق، وكانوا الذين جايين من المحافظات يحزنون كثيرا وأهلهم يبكون لأنهم بعد العيد يجب أن يرجعون إلى أشغالهم وبيوتهم. هكذا كانت العيشة في بساطتها، بسيطة لكن في سعادتها بهجة وفي أكلاتها لذة، لكن هذا كله سرقتها منا الغربة. ذلك الكلام الجميل اليوم، الكلام هو أن تذكر للجار عيوبه. بويفريند ماكو خطوبة، كل من لا يريد إلا جيبه، وين راحت الطيبة؟ ماذا تعلمنا في الوطن وفي القرى وفي تلك
تلكيف الحبيبة. شكولو أمو خشلام شلام أمخدش أعتماس من طول الناشي التامان تخوري وتنشوازي. شكولو أمو خشلام شلام أمخدش أعتماس من طول الناشي التامان تخوري وتنشوازي. شلام للأخ تلكيف شلام أتشم شخليزة شلام أتشمي أخو قرار شلام البخاي وميزة شلام للأخ تلكيف شلام أتشم شخليزة شلام أتشمي أخو قرار شلام البخاي وميزة. لبش لبس وراي خيلة الكيف الخوذة كم شغلي لنخراي الكيف ومحلاف خيلة كبا مرواثة خيلة مخيم ما مستا خزيان لونة ومناسة. شلامة اللخ في الكيف شلامة تشم شغلي شلامة تشمي أخو كرا شلامة البخاي وميزة شلامة اللخ في الكيف شلامة تشم شغلي شلامة تشمي أخو كرا شلامة البخاي وميزة. أعزائي المستمعين، اللي يريد ياخذ ورقة وقلم، لأن بعد أن نحكي شوية قصص مسلية عندنا مثل حزورة، هي حزورة حسابية. موضوع اللي يدري يدري والما يدري لا يدري. رجل قال لزوجته راح يجينا ضيوف خطار على العشاء وهم أصدقائي، فأرجوك أن تحضري كل شيء، لا أريد أن أستحي أمام الأصدقاء. طلع الرجال وراح للسوق، عندما رجع وبيد الغراض كانت الكهرباء مطفية والبيت مظلم. دخل إلى البيت وإذا زوجته نايمة ومغطاية ولا كأنه راح يجي لها ضيوف. هذا زوجها أخذ النعال مع احترامي وطاب ويقول لها وين يوجعكي ده يوجعكي. لو بعد هي طلعت تركض من غرفة إلى غرفة وهو وراها طاب. بعد شوية انتبه أن هذا مو بيته، هذا بيت جيرانه، لأن الدنيا ظلمة وهو دخل إلى بيت جيرانه بالغلط. وهاي اللي دا يضربها هي زوجة جارة صديقة. حينها أخذ المسواق وبسرعة راح إلى بيته ودخل وشاف زوجته خطية محضرة كل شيء وهي تنتظره، وقالت يا أبو فلان ليش تأخروا المعازيم خابرهم؟ وقالت أكو شي ناقص، أريدك أن تفرح وياهم، هذولا أصدقائك، الخاطرك تدلل أنت على راسي. وإجوا الضيوف وهو فرحانين وهو حزين
لكن أبد ما بينها. ثاني يوم هو خائف ودي يراقب الجيران كل شي ماكو. ثالث يوم نفس الشي. رابع يوم هم كل شي ماكو. قال بس كافي عاد، بعد ما أقدر أتحمل عيب لازم أعتذر للجيران لأن بعد ما أقدر أنام. حينها راح هذا الرجل لسوق الذهب واشترى هدية وراح عند هذول جيرانه. زوجة الجار غير موجودة، هو قدم هدية لزوجها وقال لا الذي صار وحشال كل شيء وبدأ بالاعتذار. حينها جاوب الجار وقال صدق أنا مستغرب، دا أشوفها زوجتي متغيرة، دا أشوفها مرتبة ومطيعة وهذا الكلام الحلو وهذا الاحترام والتقدير، يومية طبيخ شكل، البيت نظيف، أنا ملك وهي عيني وغاتي، ورجعت أيام الغزل والحب، عبالك بعدنا مخطوبين وكلامي ما يصير اثنين. وقال هل تصدق هاي 10 سنين نحن متزوجين؟ قبل 3 أيام راحت عند أمي لأول مرة ونظفت بيتها، وهاي خواتي قالوا لي هاي سويت بيها، هاي صارت من صدق زوجة مثالية. لكن يا جاري العزيز هسه عرفت السبب، روح الله يخليك أبد لا تجيب طاري الحادث، وأنا أشكرك وهذه الهدية أعطيها لزوجتك لأن هي تستاهل. وشكر جارة، وإلى حد اليوم الاثنين يعيشون سعداء، وهي ما تعرف أن جارها ضربها بالغلط لا زوجها. حينها قال زوجها اللي يدري يدري والما يدري لازم ما يدري. أخواثة وخثواثة عزيز، أيام زمان إذما ما خيوة بختد أخوني وقورة حميلة أمر وقورة حيل حيل أي لك تورة إينا وكد هواوة كلافة كبيرة كد غذاء إذما ما خيوة أفقر غذاء حتى تزدي وآني كلافة خنة وأول غذاء ما خيوة بختي. طبعا أي كثيرة من محبة إذا أخواتها حتى دمقلي ودردم ياثا بينث كلافة. سائق تاكسي وقف حتى ياخذ شباب كان عددهم 7. قال لهم لا استطيع ان اخذ سوى 5 نفرات. كل واحد بدا يصيح انا اركب وانا اركب،
أرادوا أن يتعاركون قال لهم سوف أعطي لكل واحد منكم رقم من رقم 1 إلى رقم 7 سحبة وقرعة كل واحد حصل على رقم حينها رسم السائق دائرة كبيرة ووضع فيها 7 علامات كل علامة برقم بدايتها من رقم 1 إلى رقم 7 أي بعدد الأشخاص والأرقام هي باتجاه عقارب الساعة أي من اليسار إلى اليمين وقال كل واحد منكم يقف إلى الرقم مالته يعني رقم 1 يوقف على رقم 1 رقم 7 رقم 7 وهكذا وكل واحد منكم يقول إلى الذي وراء واقف يقول روح إلى التاكسي روح اجلس في التاكسي والكل يجب أن ينظر باتجاه عقارب الساعة يعني واحد واقف وراء الثاني كل واحد ظهر على الثاني طبعا يقول إلى الذي واقف أمامه يقول روح اركب أنت في التاكسي وذلك الرجل يذهب ويجلس في التاكسي أوكي سبعتهم واقفين في دائرة 1 2 3 4 5 6 7 كلهم ينظرون باتجاه عقرب الساعة إلى اليمين يعني واحد واقف وراء الثاني وقال لهم أبدي برقم 1 يعني شخص رقم 1 هذا الشخص يقول إلى الذي أمامه اذهب وأجلس في السيارة وهكذا اللي بعده يقول إلى الذي أمامه روح وأجلس في السيارة طبعا بعد أن كملت الدائرة السؤال هو كم واحد منهم بقى وكم واحد منهم ركب في السيارة طبعا العدد اللي ركبوا بالسيارة مو 7 لأن أي واحد يقول إلى الذي أمامه اذهب وأجلس في التاكسي السؤال كم واحد صعدوا في التاكسي وكم واحد بقوا واقفين على الدائرة وإذا ممكن شوية يكون الأصعب ونتسلى بأزيد هو ما هي الأرقام للأشخاص الذي صعدوا في التاكسي وما هي الأرقام للأشخاص الذين بقوا واقفين على الدائرة رجل We love you Tilkepe, we adore you. You're gonna stay in our hearts forever and ever and ever. أعزائي المستمعين طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم سامي قصوي حيكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت هذه الإذاعة حرة مستقلة جريئة تراثية ثقافية اجتماعية بعيدة عن العنصرية والطائفية من إعداد التقديم أنا أخوكم سامي قصوي والمخرج الأستاذ جورج عربو معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء We adore you.
stay in our hearts forever and ever and ever. شوق لالتقى أعزائي المستمعين، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. سامي قصوي يحييكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت. هذه الإذاعة حرة مستقلة جريئة تراثية ثقافية اجتماعية بعيدة عن العنصرية والطائفية. من إعداد التقديم أنا أخوكم سامي قصوي والمخرج الأستاذ جورج عربو، معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. نرحب في آرائكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية وما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، هذه إذاعة صوت الجالية وأنا أخوكم سامي قسطو. أرحب بكم أجمل الترحيب. اليوم يصادف 22 من الشهر 12 لسنة 2017. أعزائي، يوم الاثنين القادم سيصارف يوم العيد، عيد ميلاد يسوع ربنا يسوع المخلص. لنطلب ونقول، نطلب منك يا يسوع أن تلبي طلب كل من يطلب منك أي شيء. نتفكرون بالكنيسة، كنيسة بحاجة كذلك، لأن الكنيسة هي الأساس الذي نحن نتكي عليه. وأهم شيء أنه نكون مؤمنين وأن يكون الرب يسوع راضي عنا في عيد ميلاده، وهذه تكون أحسن هدية له. طبعا أبونا حنا سلاقة تليفون 313-719-5522 313-719-5522. إذا عندك أي مساعدة أو أي شيء لأي فقير مهما يكون، هو باستعداد أن يجي عندك ويكون أجرك من الرب لا مننا إحنا. وأهم شيء إذا بعد أحسن إذا أنت تقدر تيجي للكنيسة واللي يطلع من خاطرك أغذية، أبونا يأخذ بس أغذية، لأن هذه الأغذية هي أهم شيء، أهم شيء خاصة في هذا اليوم. طبعا أبونا ما يأخذ فلوس، من بدل ما تنطوا فلوس اللي يطلع من خاطركم غذاء. أهم شيء هو الغذاء والكساء والدواء في هذه اليوم الباردة لهؤلاء الناس الذين هم فعلا بحاجة 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 ماسة. احنا يجينا تليفونات، يجينا حالات محزنة جدا، وخاصة ابونا الكنيسة مالته تساعد هواية وتقدم هواية ما تقدر تقدم ولا تقدر تساعد اذا مو بوجودكم انتم اعزائي. اهم شيء الفقير والكنيسة، وان نكون مسيحيين بحق. المسيحية ليست لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالهدايا، المسيحية هي المشاركة والعطاء والمحبة. كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله خير. شكرا.